اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم محل تكن جذاب ظهرية. بهذه الجلسة راح كنا عم بشرح المؤشر اللي هو التابع لمؤشر المومنتوم. مؤشر المومنتوم طبعا مثل ما مرينا عليه بجلسة سابقة، اللي هي طبعا مؤشر بندخله على منصة التداول، ولكن نحن اليوم رح نشرح رسوم بيانية اللي هي تابعة للمومنتوم. يعني نحن مثل ما بنلاحظ او بنعرف انه على منصة التداول على ميتا تريدر 4 عندي هيدا التمبليت او هيدا الرسم اللي عم نشوفه امامنا. بتشوفوا انه ضمنها في عندي اي دي اكس اللي هي بتجي رسم بياني، بيخلق رسم بياني مع مؤشر او مؤشر المومنتوم اي دي اكس. عندي البولينجر باندز اللي هو بيخلق مع البولينجر باندز او مؤشر البولينجر باندز، وبيجي معه ستاندرد ديفيشن والاي تي ار. يعني عندي ديفرنت هون، او خليني اقول عندي عده رسوم بيانيه ممكن انه ادخلها. اليوم اللي راح اشرحه اللي هو الاهم اللي هو المومنتوم. لما نضغط نحن على هذه الكبسه اللي هي حد التايم فريم، اوكي، على منصه التداول ندخل على المومنتوم، بنلاحظ انه بيجي باي ديفولت وعشوائيا بيجي عندي ثلاث مؤشرات على الرسوم البيانيه. هلا بكل بساطه اللي بدي اجرب لكم اياه انا انه كيف في التحديد او كيف ممكن نقرا هول الرسوم البيانيه او المؤشرات الموجوده عندي لاقدر اخذ اشاره للاسواق الماليه. اولا بتلاحظوا انه الرسوم البيانيه عندي، خليني اقول خلينا نعمل باك جراوند باللون الابيض لتصير واضحه الامور اكثر. البار داون باللون الاحمر، بول كاندل وبير كاندل نظبطهم للالوان كرمال لتصير واضحه اكثر الامور او النظريه عنا. او تغربطوا، لكن اوكي عظيم، خلاص رح نتركهم مثل ما هن باللون الاسود. بالنسبه لي انا اول شيء بالرسوم البيانيه بتطلع على الشموع اليابانيه، وبلاحظ انه عندي متوسط متحرك باللون الاحمر، خليني اقول اللي هو طبعا عنصر اساسي للتحليل. بالنسبه لي انا يعني خليني اقول كتحليل الرسوم البيانيه، اول شيء هذا الخط الابيض اللي عم بتشوفوه اللي هو الموفينج افريج، لازم اول شيء نعرف انه اذا يا ترى طبعا الاسعار فوق هذا الخط المتوسط المتحرك او تحته. اذا في حال طبعا كنا تحته الخط يعني نحن باتجاه عام هابط، اذا فوق نحن باتجاه عام صاعد. ثانيا ما بناخذ طبعا اشاره من هذا الموضوع فقط، يعني المتوسط المتحرك لحاله على الرسوم البيانيه ما بيكفي انه اخذ انا اشاره شراء مبيع، ولكن نحن بنرجع ننظر لاول مؤشر عنا اياه باي ديفولت اللي هو مؤشر المومنتوم. مؤشر المومنتوم طبعا بيعطيني خليني اقول زخم الارتفاع او الانخفاض اللي انا فيه او الاتجاه اللي انا فيه، اذا هل يا ترى في عندي زخم مضبوط، يعني الارتفاع جدي او الانخفاض جدي، او طبعا عندي اذا بدكم موجه تصحيه. خليني اقول على طول لما يكون عندي اتجاه عام هابط لازم يكون عندي خليني اقول يعني زخم الانخفاض يرتفع، يعني عم نشوف المومنتوم ممكن ينخفض تحت مستوى المية ويكفي اتجاه الهابط. خليني اعطيكم مثل ليكون واضح الموضوع اكثر، لكن احنا عندي هذا الانخفاض على سبيل المثال، وعندي انخفاض المومنتوم. بتلاحظوا مع انخفاض الاسواق الماليه لازم المومنتوم كمان يعطيني انخفاض معين، وايضا مع ارتفاع الاسواق الماليه لازم المومنتوم يرتفع. بينما بتلاحظوا اذا على سبيل المثال هون عم نرتفع نحن هلا باتجاه عم صاعد بالاس بي 500 المؤشر الامريكي، ونحن المؤشر المومنتوم بعدنا قرب المية او مستوى المية، يعني انا بالنسبه لي طبعا مؤشر المومنتوم ما بيعطيني زخم ارتفاع، وهذا بيدل على انه الارتفاع طبعا مؤقت واتوقع اتجاه معاكس على المدى القصير. هذا بالنسبه لاول مؤشر اللي هو مؤشر المومنتوم اللي ممكن اخذ فيه طبعا زخم الارتفاع او الانخفاض للرسم البياني. المؤشر الاخر اللي هو مؤشر الستوكاستيك. الستوكاستيك طبعا من المؤشرات اللي نحن مرينا عليهم وبناخذ اشاره جيده جدا منه. بالنسبه لي طبعا بنشتغل مثل الار اس اي، عندي مؤشر خلينا نقول الستوكاستيك مثل مؤشر الار اس اي اللي هو بيعطيني منطقه تشبعه بالبيع ومنطقه تشبعه بالشراء بنفس الوقت اللي هي مستوى ال 80 ومستوى ال 20، ولكن بنفس الوقت بننظر للمتوسطات المتحركه ضمن هذا المؤشر الستوكاستيك. لا يعني بنشوف نحن الاخضر المتوسط المتحرك فوق الاحمر، يعني بهذه الحاله طبعا نحن هون باشاره ايجابيه نتوقع ارتفاع بعض الاسعار. فهون ايضا اذا بدكم هون اعطاني بلس للاس بي 500، اوكي، فهون اعطاني بلس للاس بي 500 بينما مؤشر المومنتوم اعطاني نيجاتيف، اصبح عندي 2 بلس و1 نيجاتيف. بالنسبه للار اس اي طبعا اذا بدي اخذ كمان بعين الاعتبار مؤشر الار اس اي بدي ارجع اشوف انه انا بمنطقه تشبع بالشراء للون الاحمر اللي هو للار اس اي، ولكن الار اس اي هون بياخذوها بعين الاعتبار اللي هي رقم 3 و13 عكس الار اس اي اللي نحن بندخله بالايام الطبيعيه اللي هي خلينا نقول 14 ار اس اي 14، هون بدخلوا ار اس اي 13 وبدخلوا له متوسط متحرك اخر اللي هو الثلاثه، فبصير عندي بيصبح عندي خطين على الار اس اي او على مؤشر القوى النسبيه، يعني بهذه الحاله ارتفاع
الخلفيه في المتوسط المتحرك مع الار اس اي بيعطيني اشاره ايجابيه او سلبيه. المؤشر هون عطيني انه المتوسط المتحرك الاصغر اللي هو 3 اصبح خليني اقول متشبع بالشراء، يعني اوفر بوت بوزيشن. يعني بهيدي الحاله هون اترقب انه اذا ابتدينا اشاره انعكاسيه وابتدى هذا المتوسط المتحرك ينخفض واخترق الخط الاخضر على انخفاض، نتوقع موجه هابطه عن جديد، فهذا المؤشر ايضا عطاني نيجاتيف. يعني اذا بدي ارجع انا هلا اقيم الرسوم البيانيه او لهذا المؤشر المومنتوم اللي دخلناه على المدونه، طبعا يعني على منصه التداول فقط بكبسه وحده اللي هي على التمبليت، بندخل على المومنتوم. لما ندخل على المومنتوم فورا بتجي الرسوم البيانيه مع التحاليل خليني اقول جاهزه للرسوم البيانيه. فبهيدي الحاله ممكن انا كمحلل تقني اقدر اعرف او حدد خليني اقول الاتجاه او اخذ نقاط ضعف ونقاط قوه من هذا الرسم البياني اللي هو لحاله بدخل لي 3 مؤشرات وبيعمل لي تعديل له. طبعا هذا شيء باي ديفولت بيجي على منصه التداول. ايضا عندي انا غير المومنتوم عندي مؤشر بولينجر باند اللي هو بيحط لي الستاندرد ديفيشن الاي تي ار والبولينجر باند. كنا عم نقطع عليهم هول المؤشرات لتصير عندكم علم اكثر او معلومات اكثر عنا بشكل عام كرمال تصيروا عارفين كيف كيفيه استعمالهم بشكل يومي. عندي ايضا البوبولر او الفوليوم او هون بالضمن ام اي سي دي ستوكاستيك والار اس اي. يعني عندي خلينا نقول خلطه او خليط من المؤشرات اللي ممكن استعملها بهول التمبليتس، ولكن انا بفضل انه المومنتوم لانه بيعطيني خلينا نقول 3 اشارات جديه وبعدل الار اس اي بطريقه جيده جدا اللي هي بضيف لي لها متوسط متحرك 3 اللي هو المتوسط المتحرك السريع. فبهيدي الحاله انا اصبح عندي 3 مؤشرات ممكن اخذ منهم او 4 بشكل او اخر. عندي مؤشر او اول شيء المتوسط المتحرك اللي هو اللون الاحمر عم ناخد اذا هل يا ترى السعر تحته او فوقه، هيدي ايجابيه او سلبيه طبعا. وعندنا مؤشر المومنتوم اللي هو عطاني اشاره سلبيه. عندي مؤشر الاستوكاستيك اللي هو وصل لمنطقه تشبع بالشراء تقريبا اوفر بوت بوزيشن، نتوقع هلا التفاف استوكاستيك، ولكن هيدي تقريبا نيجاتيف وبوزيتيف بنفس الوقت. ومؤشر الار اس اي هو نيجاتيف، فانا برايي اصبح عندي خليني اقول وحده بلس ونص، خليني اقول هون عند 2 نيجاتيف ونص. فبهذه الحاله اصبح عندي النيجاتيف للاس بي 500، وانا اتوقع انه يرجع يبتدا انخفاض من هذه المستويات لنسجل مستويات اوطى. فالمؤشرات طبعا اللي بناخذ منهم يعني امور ايجابيه، بدكم تعرفوا انه الشيء اللي عم مر عليه انا هون منه شيء خلينا نقول فوق الطبيعه. بكل بساطه ممكن بعض المؤشرات يعطوني شيء ايجابي وبعض المؤشرات يعطوني شيء سلبي. فبهذه الحالة الآن لازم نشوف المؤشرات الأكثر عم تعطيني سلبي أو سلباً أو إيجاباً طبعاً، وأخذ أنا قراري بناءً على هذه المؤشرات. ولكن ما بيمنع أن الـ MACD تكون عطيني إشارة إيجابية وأنا ما خليني أقول المومنتوم عطيني إشارة سلبية. فبهذه الحالة أنا بدي أجمع بعض المؤشرات، المؤشرات اللي بتعطيني مثلاً إشارات سلبية أكثر هي اللي بتكل عليها أنا وبدخل بمراكز بيع. بالنسبه للاس بي 500 وطبعا المؤشرات الامريكيه اللي هي عم توصل لقرب اعلى مستويات او قمه سجلها تقريبا منذ فبروري 12، فبهيدي الحاله طبعا عندي يعني قمه اتوقع انه ممكن يكون عم نثبتها بهيدي الحاله ونبتدي اتجاه هابط على المدى الوسط للطويل. بينما بالنسبه للارقام العملات الرئيسيه الاخرى، اليورو دولار على رسم بيان الاربع ساعات كان سجل شمعة مطرقة، فبهذه الحالة اتوقع انه ممكن نكون انتهينا من اخر قمة سجلناها. ولكن مثل ما بتلاحظوا انه على الرسم البياني الاربع ساعات ما اغلقنا فوق مستويات خلينا نقول ال تراينجل او المثلث اللي كنا تكلمنا عنه، وهيدي فولس بريك اوت. فهلا اول ارتداد لزوج اليورو دولار اتوقع انه لازم نرجع ندخل بمراكز بيع ونعزز مراكز البيع لندخل بانخفاض جديد لنستهدف مستويات 116 و115.75، ومن ثم بنرجع بننبش على مراكز شراء من بعدها. بالنسبه لليوم كانت انتهت هيدي الجلسه، لانه كنت حابب بس مر على مؤشر المومنتوم. استاذ رفيق رح نمر على الدولار ين او الين الياباني، خلينا نقول USD JPY قصدك. اوكي، اليو اس دي جي بي واي اللي هو عم بيعطيني تقريبا هلا خلينا نقول اشاره شراء بعد لنستهدف موجه رقم 2. كنا تكلمنا انه مستوى ال 61% هي المستويات المنتظره من اخر قمه لاخر قاع، خلينا نقول 61% او 76.4%، ولكن انا بتوقع انه عند ال 61% نرجع نواجه شويه ضعف لنستهدف موجه جديده، موجه هابطه على الدولار ين. مستوى ال 110 خلينا نقول 110.12 هي المستويات الاخيره. بالنسبه للمؤشر المومنتوم اذا بندخله على زوج الدولار ين،
ممكن ناخد ايضا طبعا الرسم بين الاربع ساعات اقله بالنسبه للمؤشر. مثل ما بتعرفوا عندي هون طبعا مؤشر خليني اقول الموفينج افريج اللي هو عطيني اشاره ايجابيه بما انه الاسعار فوق الموفينج افريج. هيدي بالنسبه للتصحيح خليني اقول موجه تصحيحيه طبيعي انه تعطي اشاره ايجابيه. بالنسبه للمومنتوم اصبح عندي انخفاض مع هذه الموجه التصحيحيه. المومنتوم زخم الانخفاض عم يرتفع، يعني هيدي اشاره سلبيه لازم ينخفض الدولار ين. الاستوكاستيك عطيني منطقه التشبع بالشراء، والتف المتوسط المتحرك الاخضر مع الاحمر هذه ايجابي اشاره سلبيه، وايضا الار اس اي عند التفاف المتوسط المتحرك الاحمر اخترق الاخضر انخفاضا وهذا ايضا اشاره سلبيه. فبالنسبه لي اصبح عندي انا اشاره سلبيه على الدولار ين، واتوقع هبوط هذا المؤشر او هذا الزوج على المدى القريب للمدى الوسط طبعا. ولكن لازم ناخذ بعين الاعتبار انه ممكن نرجع نسجل مستوى اعلى من المستويات اللي سجلناها ولكن بشكل سريع وما بتاثر على المؤشرات الثلاثه، يعني اذا ارتفعنا بموجه سريعه على السريع بشمعه استهدفنا فيها مستوى ال 110 110 20 وانخفضنا على السريع طبعا ما بيمنع. بالنسبه لإلي انا بعد عندي موجة ارتفاع للدولار ين، نسجل مستوى 61% وبتكون خلينا اقول انخفضنا او انتهينا من موجة رقم 2 لنبتدي موجة رقم 3، موجة انخفاض وموجة هبوط جديدة لل 105 ولمستوى ال 100. هيدي بالنسبة للدولار ين. انا بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة التعليمية. انا بشوفكم بجلسة صباحية غدا مع رسوم بيانية جديدة وتحليل جديد ونهار تداول جديد. بتمنى لكم نهار مثمر، وكان معكم محلل التقنيات جزاء الظهرية من شركة تكمل. الى اللقاء.